الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. تحية من هنا من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بالمرموم في إمارة دبي، هنا في دار آل مكتوم الكرام، في هذا المهرجان الختامي الكبير. اليوم هو يوم خاص برموز هجن أبناء القبائل وهذه السبق المعروفات التي تنطلق في هذه الأمسية الرئيسية في يوم ما قبل ختام هذا المهرجان. انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا بعد أن نهني صاحب السيف قبل لحظات، راعي الريف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الذي ذهب بالسيف إلى رماح مهديا هذا السيف الغالي برضاء تام مع هذا المساء المميز، ومهديا عشاق شعار هذا الناموس الغالي، لتبدأ متابعينا مشاهدينا الكرام معركة أخرى من معارك المرموم. شوط اشتاد الخاص بزمول الانتاج، رمز مهم بالنسبة لعشاق الأصالة، 8 كيلومترات نبحر مع هذه الأسماء، مع اشتاد 1,000,000 درهم يا أخواني، لصاحب المركز الأول 1,000,000 درهم لصاحب المركز الأول، نتمنى التوفيق للجميع. نبدأ مع هذا الشوط، نعلن المراكز الخمسة الأولى، أبدأها مع هجاج على المركز الأول، هنا سعيد بن راشد بن سيف الغفلي على المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني شاهين، من الجانب الآخر محمد بن سيف بن سالم بالضيعة الاكتبي على المركز الثاني، انتقل بدوري إلى المركز الثالث، هنا شعار بخيت بن سالم بن محمد باللوتية العامري على ظهر ما يخاف، على ثالث المراكز رابعها هنا شعار قادم من المملكة العربية السعودية، والشعار بالربيع على رابع المراكز، وهذا راهي راهي على المركز الرابع. المركز الخامس هنا ينطلق شعار مميز، هنا يندفع في هذا الشوط باحثا راعي نبراس عن تحقيق الناموس، خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة على المركز الخامس. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، إعلاننا فقط للمراكز الخمسة الأولى الرابحة في هذا الشوط، شوط الشداد، شوط الشداد، ومع اشتداد 1,000,000 درهم اماراتي لصاحب المركز الاول، جوائز نقديه قيمه الى المركز الخامس، نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، الكل يبحث في هذا اليوم هنا، والمتابعين ايضا على الهواء مباشره عبر القنوات المهتمه والناقله لهذا الحدث المهم، قناه دبي ريسنج وقناه ياس وايضا قنوات الدوري والكاس، المتابعات لهذا الحدث المهم هنا في المرموم في هذه الايام المباركه ويوم ما قبل الختام. خلاص خلاص، يوم الغد إن شاء الله سيسدل الستار عن هذا المهرجان بأشواط رموز أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، نتمنى التوفيق للجميع. شوط اشتاد لمن؟ لمن من هذه الأسماء؟ لمن من هذه الشعارات؟ هناك قرابة 40 اسم مشارك في هذا الشوط يبحثون من خلال شعاراتهم عن الشداد عند خط النهاية، رمز مهم في هذا المهرجان الختامي. يا سلام، المركز الأول اللي غير في هذه اللحظات هنا مياس للسيد عنان بن علي النعيمي على المركز الأول، غير إلى مقدمة الشوط المركز الثاني، المركز الثاني ما يخاف بخيت بن سالم بن محمد بن لوتية العامري على المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الآخر شعار بن ربيع على المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع قادم من الشحانية هذا شعار بن حفيظ وهياض محمد بن عبد الله
بن ناصر بن حفيظ المري من الشحانية قادم من دولة قطر الحبيبة، المركز الخامس. من الجانب الآخر هناك من الجانب الآخر ينطلق شاهين للسيد محمد بن سيف بن سالم بضبيعة الاكتبيع المركز الخامس. هذا نداء الثاني يا متابعين، إعلاننا الثاني لهذه الأسماء ولهذه المجموعة اللي تتكون من خمسة شعارات يبحثون، لكن بعد المراكز الخمس ماذا أرى؟ شعارات عملاقة حاضرة لهذا الشداد الغالي، لهذا الشداد الغالي في خط النهاية. ينتظر واحد فقط من هذه الأسماء، واحدا من هذه الشعارات لخطف ناموس هذا الشوط. أعود إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. هذا هو هجاج للسيد سعيد بن راشد بن سيف الغفلي. على المركز الأول بالشاوي يتقدم وينطلق في المركز الأول، يحاول خطف الشداد في هذا الشوط، في هذا الشوط الرئيسي. شاهين على المركز الثاني، شاهين محمد بن سيف السالم بضيعة على المركز الثاني، المركز الثالث ما يخاف لبخيت بن سالم محمد بن لوتي العامري على المركز الثالث، وابن حفيظ على المركز الرابع. يتقدم شعار بن حفيظ مع المركز الرابع مع هياض محمد بن عبد الله. بن ناصر بن حفيظ المري على المركز الرابع، المركز الخامس يراهي مبارك بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للمرة الثالثة، والموقع الموقع المنعطف ما قبل الأخير إلى المنصة الرئيسية، إلى الشداد يا أخواني. الشداد الشوط الرئيسي مهم، هذا الشوط بالنسبة لملاك الهجن، مهم هذا الشوط بالنسبة للمنتجين. شوط الانتاج والشداد والمليون درهم عند خط النهاية. المنافسة هنا مع هذه اللحظات بين اسمين عملاقين وشعارين كبيرين من المركز الأول والمركز الثاني. المركز الأول شاهين محمد بن سيف بن سالم بضبيعة الاكتبي، والمركز الثاني هجاج لسعيد بن راشد بن سيف الغفلي. هنا التقدم، هنا الانطلاق، هنا البحث، هنا المحاولة، هناك خط النهاية. ينتظر الشداد، ينتظر واحدا من هذه الأسماء في هذا الحضور. هنا رفيع المستوى لأصحاب السمو والشيوخ في هذا اليوم. يا سلام، اللوحة 3 كيلومترات تجاوزناها وبدأنا ننعطف تدريجيا إلى خط النهاية إلى الشداد، وبدأت الأسماء بالاقتراب. مع هذا الانطلاق الموفق إن شاء الله لهذه الشعارات في هذا المهرجان اللي غير هذا المهرجان، حضور المرموم غير ومهرجان غير وتنظيم ولا أروع في ميدان المرموم، تحفة ميادين السباق. يا سلام، الشداد يا أخواني، الشداد بانت المنصة الرئيسية يا ملاك، أيها المضمرون الكرام، بانت المنصة الرئيسية، بان الشداد الغالي، بان الشداد. هنا التقدم والانطلاق من المركز الأول، اسم جديد ينضم في هذه اللحظات، ينطلق محفل لسلطان بن علي بن سلطان الاكتبي مع المركز الأول بن ميرين، مع صدارة ومقدمة الشوط المركز الثاني هجاج سعيد بن راشد بن سيف الغفلي على المركز الثاني. المركز الثالث موج انطلق في هذه اللحظة، أول إعلان لموج سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز الثالث. المركز الرابع هياض بن حفيظ على المركز الرابع. المركز الخامس هنا يتقدم وينطلق هذا مغذي اللي تسأل عن مغذي، هذا مغذي محمد بن سهيل بن عويضان العامري، أحد الأسماء المرشحة في هذا الشوط لخطف الشداد. بو حمد هنا قادم على المركز الثالث إلى المركز الثاني، وعينه على الشداد. بو حمد عينه على الشداد. الله، بدأنا بالطبع
الطريق المستقيم إلى خط النهاية. روح الغفلي مع المركز الأول، وهنا يتقدم وينطلق محفل بن ميرين مع المركز الأول، سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي، وهناك المركز الثاني موج الحلامي مع المركز الثاني صديق الذهب. هذا الشعار، الشعار المميز، شعار الحلامي. ولكن ينطلق في هذا الشوط باحثا عن تحقيق الشداد صاحب البندقية العام الماضي. هنا ينطلق في هذه اللحظات المركز الثالث، المركز الثالث هنا مغذي محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع هنا مخرب فيصل بن راشد بن طالب بن شريم العربية السعودية. المركز الخامس هنا الترس لسعادة سالم بن راشد بن حضيري بن اكتبي. الله وصل مدعد، افتتحنا الكيلومتر الاخير مع هذا المسار، مسار الشداد، مسار الشداد بن شريم الحلامي باللومية هنا ينطلق، وبن ميرين ايضا، وهناك بن حضيرم روح يا بن حضيرم. الترس ينطلق ولكن المركز الاول على المركز الأول، الموج مع المركز الأول سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. الله بن حضيرم ومخلاب ناصر بن صغير المنصوري مع المركز الثاني. متعب هنا موج إلى المركز الأول إلى الشداد صاحب الرمز في الكبرى ينطلق، والعام الماضي صاحب الرمز في ولي العهد سلالة ناصي المختبر ينطلق الحلامي. سلام للحلامي، سلام الشداد يسجل ويدوم بشعار الحلامي. تهانينا والناموس على فوز الموج بالشداد والمليون درهم. تهانينا والناموس. المركز الثاني الترس لسعادة سالم بن راشد بن حضيري من الكتبي. المركز الثالث متعب للسيد جمعة من مبارك بن مغير الخيلي. المركز الرابع، المركز الرابع محفل للسيد سلطان بن علي بن ميرين الكتبي. المركز الخامس، المركز الخامس مخرب لفيصل بن راشد بن طالب بن شريم المري. تهانينا والناموس لراعي الموج سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 30 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهنئة للحلامي وشعاره خطف الشداد. تهانينا والناموس. المركز الثاني عشر دقيقة 31 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. صاحب المركز الثاني الترس لسعادة سالم بن راشد بن حضيري من الكتبي. تهانينا والناموس. المركز الثالث 12 دقيقة 32 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. متعب للسيد جمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. تهانينا والناموس. تهنئة للحلامي خطف الشداد في الشوط الرئيسي للزمول الانتاج.